السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعتين بس خبر محزن لكل المصريين بمقتل ضابط وعشر عساكر في شرق قناة السويس، تحديدا في كمين الطاسة بجوار محطة مياه شرق القناة. طبعا الحادث ده مؤلم خالص، عزائنا لأسر الشهداء وأهاليهم وربنا يتقبلهم. بعدها على طول المتحدث العسكري طلع بيان ان، ودي دي روايه المتحدث العسكري، ان هو قال ضابط يعني 11 فرد، 11 فرد عسكري، وقال البيان المخزي بيان القوات المسلحه. فعلا بيان مخزي جدا، وما هو الا تضليل للناس. يعني انا شايف ان هو بيضحك على الناس، بينصبوا بيه على الناس، بيضحكوا على الناس. البيان بيقول في صدره طبعا كلام كتير، دباجه كتير ملهاش لازمه. طبعا او انا شايف ان هي ملهاش لازمه. الدباجه بتقول انه مش عارف ايه، تم عناصر تكفيريه، قال انه في عناصر تكفيريه هجمت الكمين، ودول كانوا بيحموا المحطه ودافعوا عنها، محطه المياه ديت، ودافعوا عنها ببساله وتعاملوا مع العناصر التكفيريه. طيب تعاملوا مع العناصر التكفيريه، هل في حد مات من العناصر التكفيريه؟ لا، ده مجموعه من التكفيريين او ما يدعوا تكفيريين على كلامهم، على روايه القوات المسلحه ان هم جوهم هجموا عليهم وموتوهم، موتوهم بدون مقاومه، بدون حسن تعامل، او هم خدوهم غدر ايا كان، لكن ما فيش حاجه اسمها تعاملوا معاهم. تعاملوا معاهم، طب ايه النتيجه؟ وبعدين بدا يقول ان في ملاحقات، هيتم ملاحقه التكفيريين. طب يتم ملاحقتهم ليه؟ طب ما هم كانوا موجودين في الموقع. ازاي القوات العسكريه دي مش قادره تحمي، مش هقول بقى تحمي المكان، مش قادره تحمي نفسها، ويروح منهم 11 واحد ضحيه؟ فين القدره القتاليه يا عبد الفتاح السيسي؟ يا ذو خلفيه عسكريه، انتوا ليه بتضحكوا عن، ليه بتاخدوا الناس الشباب الصغير؟ الشباب الصغير بيخاف يروح يعدي خط القناه اصلا، بيعتبروا نفسهم في حكم الشهداء. اي حد بيخش الجيش وبيعرف ان هو جيشه على حدود القناه او داخل سيناء، دي بتبقى كارثه بالنسبه ليه وبالنسبه لاهله. ما في، فين رفع الروح القتاليه وفين رفع القدره القتاليه عند الناس؟ مش قادرين يتعاملوا مع شويه تكفيريين على روايتكم، تكفيرين عن شويه بدو، ومع كامل احترامي للبدو، اقصد ان هم ناس مش مدربين قوي، ما عندهمش خبره عاليه قوي بالتعامل مع السلاح، مش جيش نظامي. فانتوا فين من الناس دي؟ ده جزء. الجزء الثاني اللي هو برضو قال لك ان هم بيطردوهم. وبعدين ما هي دي نفس الفكره، المعادله الصفريه اللي هو هجوم على كمين، بيتم تصفيه كل من في الكمين من افراد عناصر القوات المسلحه او الجيش او الشرطه، بيتم تصفيتهم تماما عن بكره ابيهم، وما فيش وقوع خسائر من الطرف الاخر. وبعد شويه بنلاقي حادث، مجموعه من الناس برضو ماتت، ويجي يدعي ان هم دول تكفيريين، تم المداهمه وتم الهجوم على اوقارهم وماتوهم وموتوهم كلهم. يعني تلاقي مثلا 7 8 9 يقول لك هم دول التكفيريين اللي عملوا كذا. يعني هو بما ان دول مدربين ودول مدربين، وفي معركه دارت، محدش بيقع من هنا وحد بيقع من هنا، ولا لازم الجيش بتاعنا يقع مره واحده وبعد كده نروح نجيب اي حد واحنا شعرفنا ان هم دول؟ او انت ليه ما قدرتش تتعامل مع دول؟ فبلاش نضحك على الناس، وبلاش نصدر الوهم للشعب. الشعب مش صغير، والشعب مش عبيط. فحاولوا تكون عندكم ذرة إنسانية، وتحافظوا، بس تحافظوا على العساكر، تحافظوا على الناس اللي ذنبهم ايه 11 أسرة. يعني ذنبهم ايه 11 أسرة دلوقتي هيناموا متنكدين ويفقدوا عز ما عندهم؟ ذنبهم ايه؟ في سبيل ايه؟ وانتوا بتعملوا ايه؟ وانتوا بتعملوا، بترفعوا، فين التسليح وفين قوة التسليح وفين الأسلحة وفين الفلوس اللي عمالة تدفع والمليارات اللي عمالة تدفع عشان تسليح الجيش المصري، عشان بنحارب الإرهاب؟ طب وبعدين؟ ما هي الأسطوانة دي احنا شغالين فيها على طول. امتى نقدر نقول ان احنا الناس تروح سينا وهي قلبها مطمن، العساكر تروح سينا وهي قلبها مطمن؟ كل ده نصب في نصب، سرقه في سرقه، وضحك على الدقون، والشعب بيصدق. دي المشكله.